هذا وقد استهدفت غارة إسرائيلية سيارة ببلدة سلعة جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد المسؤول الميداني في حزب الله محمد أحمد أيوب في الغارة. وتواصل قوات الاحتلال قصفها على أنحاء متفرقة من جنوب لبنان، حيث قصفت قواتها اليوم سهل مرج عيون ومنطقة هورا بجنوب لبنان. أذهب إلى الدكتورة زينة منصور، هي الأكاديمية والباحثة السياسية، وتنضم إلي من العاصمة اللبنانية بيروت. أهلا بك دكتورة وكل تحياتي. يعني وأنا أقرأ الخبر الآن، وكل عام بخير. وحضرتك بألف صحة وسلامة، تسلمي. وأنا أقرأ هذا الخبر الآن، كل ما جاء في يعني رأسي وتفكيري أنه ألا تظن إسرائيل أن حزب الله وأن لبنان سوف يصعد من عملياته أو رد هذه الاعتداءات، وخاصة مقتل كوادر من حزب الله؟ يعني هل هذا ما تريده إسرائيل؟ حقيقة هناك يعني شروط على الجانب الإسرائيلي وشروط مضادة من جانب حزب الله على الجانب اللبناني. سيد الكريم، اليوم مبادرة المبعوث الأمريكي هي لإطفاء فرضية الحرب التي ممكن أن تتوسع وتصبح حربا شاملة وتورط أو تستجر الولايات المتحدة عشية التحضيرات للانتخابات الرئاسية إلى حرب في الشرق الأوسط. لذلك أتى المبعوث الأمريكي آموس هوكستين من أجل الوصول إلى تسوية، وهذه التسوية حتى الساعة هي مرفوضة من الجانب اللبناني، وشروطها بناء منطقة منزوعة السلاح على عمق حزام من 7 إلى 8 كيلومترات تحت سيطرة الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، إلى جانب عودة النازحين على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وأن تكون تحت سيطرة القوات الأممية والقوات الشرعية اللبنانية. إذن هذه المبادرة حتى الساعة حزب الله ممثلا بالرئيس بري والحكومة اللبنانية تم رفضها، لأن حزب الله يعتبر أنه لا يريد أن يمنح إسرائيل ما لم تأخذه بالحرب، أن يمنحها إياه في أجواء ليست حربا فعلية شاملة. إذن اليوم الجانب الإسرائيلي يلوح فعليا بالحل العسكري ما لم تنجح مساعي المبعوث الأمريكي. وحتى الساعة حزب الله يستخدم ورقة الجنوب كورقة لتصليب الموقف الإيراني في المفاوضات المباشرة في سلطنة عمان بين الجانبين الأمريكي والإيراني. إذن الساحة اللبنانية الجنوبية هي ضمن وحدة الساحات، ولكنها ورقة إقليمية على طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية. طيب دكتورة زينة، يعني في نفس الوقت هناك مساعي سياسية بشكل أو بآخر. بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال اجتمع مع عدد من المسؤولين، منهم مبعوث الرئيس الأمريكي ومستشاره القومي لبحث الوضع في شمال إسرائيل. هناك يعني هناك مسعى أو مسار سياسي إلى جانب المسار العسكري الذي نتحدث عنه. هناك ربما إرهاصات عن قرب وقف إطلاق النار بشكل أو بآخر، حتى وإن عدا الكيان المحتل لينفيه كما أعلن لازاريني من وكالة أنروا. يعني هناك ربما حديث على مضض أو على استحياء، أو يعني بأنه ربما تقف آلة الحرب ولو قريبا ولو مؤقتا. يعني كيف ترين هذا المسار؟ الموقف هو كالتالي سيد الكريم، واشنطن تريد من إسرائيل أولا وقف إطلاق النار في غزة وإيقاف حرب غزة ضمن الباكج ديل الذي يتم التفاوض عليه بين قطر، بين الدوحة والقاهرة وتل أبيب، برعاية طبعا أمريكية. أو الشرط الأول هو إيقاف الحرب في غزة وإطلاق عملية سياسية. الشرط الثاني يليه مباشرة هو عدم اندلاع حرب
على الحدود الشمالية لإسرائيل واحترام منطقة الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل التي وضعته الأمم المتحدة بعد حرب تموز 2006 كحدود افتراضية برية تمهيدا لاستكمال الترسيم الحدود البري. إذن اليوم الشرطان الأساسيان من قبل الجانب الأمريكي إنهاء الحرب في غزة وعدم توسيع الحرب في الجبهة اللبنانية. اليوم إسرائيل تقول ينبغي فصل الشروط التفاوضية بين ما يجري في جنوب لبنان وما يجري مع الجانب الفلسطيني، في حين جواب حزب الله يكون دوما نحن مع وحدة الساحات، لن نفاوض الجانب الأمريكي أو المبعوث الأمريكي ما لم يتم إيقاف إطلاق النار في غزة. بينما موقف الحكومة الإسرائيلية على حزب الله أن يتوقف عن إشعال الحرب في جنوب لبنان أو على الحدود الشمالية لإسرائيل، وهذا الموقف غير مشروط باستكمال الحرب المباشرة بين حماس وغزة في القطاع. نعم، أشكرك يا دكتورة زينة على وجودك معنا. دكتورة زينة منصور هي الأكاديمية والباحثة السياسية، وحدثتني توا من